السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات من القسم 2-5 الطاقة الحركية للصف 12 متقدم مجلد 3 من دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب ورقة وقلم متابع مع الحل، لازم تحل وتحل وتحل كتير مشان تتدرب على الحل الصحيح. إذا كانت الطاقة الحركية لنمر كتلته 200 كيلو جرام أثناء حركته تساوي 14.4 جول، فما سرعة هذا النمر؟ كمان قانون الطاقة الحركية، يعني عندك الكتلة وعندك الطاقة الحركية بدك السرعة مرتبة. في تربيع تساوي 2 كي على ام، بنعوض بتطلع 144، نجزرها بتطلع 12 متر لكل ثانية. كمان بتجي هاي اختيار من متعدد. في رعاية الله ولا تنسى